يعد المركز هذا الموروث الشعبي ديوانية لأهالي أحياء منطقة مكة المكرمة لمناقشة القضايا المختلفة. في محافظة جدة تستعيد بعض الأحياء مكانة المركز خصوصا في ليالي رمضان وتحول إلى ملتقى يضم الكبار والشباب والأطفال. التفاصيل مع عبد الله الأسمري. ارتبط الكثير من سكان وزوار جدة بذاكرة تقودهم دائما في ليالي شهر رمضان للمنطقة التاريخية، حيث المراكز التي يرتادها أبناء هذه الحارات والذين يحرصون على الالتقاء فيها كعادة توارثوها عن أبائهم وأجدادهم. المركز حاجة أساسية في الحارة، وكل حارة وحواري زمان كان المركز حاجة أساسية يتنفوا فيه على الحارة وتشاوروا فيه عن مشاكل الحارة، لو في صلح بين اثنين، لو في مشكلة بين اثنين. لم يقتصر دور المركز على تبادل الأحاديث، بل تعدى ذلك لمعالجة القضايا الاجتماعية وإصلاح ذات البين وزيارة المرضى وتفقد أحوال الأهالي. أدوار كثيرة للمركز، ومنهم كمان أسلوب ترفيه لأهالي الحي اللي يلعب دومنا، اللي يلعب من الأشياء اللي هي القديمة حقتهم دومنا، وكذلك الكبد والكيرم وخلافه. تستعيد حارات جدة في ليالي رمضان مكانة المركز، والذي يعود محملا بالكثير من الحكايات التي يرويها أهل الحارة، خصوصا من انتقلوا للحياة خارجها. لقناة السعودية، عبد الله الأسمري، جدة.